توقف الطبيعة هنا زحف المدينة، إذ ينقلك المتحف الريفي في بلدية ألطنداغ في العاصمة أنقرة إلى حياة القرى التركية في أواخر القرن التاسع عشر، وكأنه نفق زمني يعود بك إلى الماضي. تبلغ مساحة متحف الهواء الطلق هذا 500,000 متر مربع، خصص كل جزء منه لفعالية قروية ما. القمح فيه يزرع ويحصد، بل ويطحن في طاحونة تعمل بقوة دفق المياه ليسوق في محال المدينة. ولا يمكن أن تفوتك رائحة الخبز المصنوع من القمح الصافي كما كان يصنعه أهالي قرى البحر الأسود، وبات يندر أن تراه في المدن التركية الكبرى. هذا المتحف فرصة ليتعلم الأطفال عن حياة القرية ببساطتها وحياتها الاجتماعية، فهم قرأوا عن الفلاح والحطاب في الكتب فقط. مهن عدة اختفت بمرور الزمن، لكنها عادت مع هذا المتحف، فالخيول فيه بحاجة إلى بيطري يعتني بها وسائس يضع نعالها. مسرجها أيضا يعمل قرب مقهى القرية، جاء من مدينة أخرى إذ لم يتبقى في تركيا كلها سوى قلة تحترف صنعة سروج الخيل. النحاس بدوره وجد له مكانا هنا بعد أن ضاعت مهنته في زحمة ثقافة الاستهلاك في المدن. لقد ازداد عدد زوار المتحف بشكل ملحوظ، ففي الأشهر الأربع الأخيرة وحدها زار المتحف أكثر من 38,000 زائر، وقد تلقينا ردود فعل إيجابية لأن المتحف تفاعلي وفي حياة. بيوت القرية أيضا أخذت شكلها المعماري من نموذج قرى غرب الأناضول. مئذنة جامعها سلجوقية قديمة، ويشكل هذا المكان في عمومه فرصة للاستجمام والراحة بعيدا عن زحام المدينة وإن كان داخلها. يتيح هذا المتحف الريفي بأنشطته المختلفة فسحة للزائر تخرجه من حياة المدينة إلى حياة القرية بما يميزها من بساطة وعفوية. المعتز بالله حسن، الجزيرة، أنقرة.